بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يا ترى المدرب القادم لمنتخب مصر مدرب محلي ولا مدرب أجنبي؟ ده إن شاء الله هنعرفه في الفيديو، بس ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. من بينهم اتنين أجانب والباقي مصريين، من هو مدرب مصر القادم بعد رحيل كارلوس كروش؟ دخل اتحاد الكرة المصري في دوامة البحث عن مدير فني جديد لمنتخب مصر بعد إنهاء تعاقد البرتغالي كارلوس كروش بعد الخروج من تصفيات كأس العالم أمام السنغال، وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الشكر لكارلوس كروش بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي. بالنسبة لبديل كارلوس كروش، هل هو مصري أم أجنبي؟ نبدأ بالاختيارات المحلية. على رأس هذه القائمة المعلم حسن شحاتة. طبعا حسن شحاتة من المديرين الفنيين الجيدين، حيث استطاع الفوز بثلاث نسخ من بطولة أمم أفريقيا، إلا أنه يمكن استبعاد حسن شحاتة بسبب بعده فترة طويلة عن التدريب وكذلك لكبر سنه. ومن أبرز الأسماء المرشحة لقيادة منتخب مصر كابتن حسام حسن، حيث يتميز حسام حسن بالروح العالية والحماس العالي في تدريب الفرق التي سبق له تدريبها، إلا أن أرقام حسام حسن الأخيرة مع الاتحاد السكندري ليست جيدة من حيث عدد مرات الفوز القليل. المرشح الثالث الكابتن إيهاب جلال مدرب بيراميدز، إلا أن كابتن إيهاب جلال يعاني بعض الشيء في الدوري المصري الممتاز، حيث خسر من القطبين الزمالك والأهلي، بينما يسير بخطى جيدة في بطولة الكونفدرالية. هناك نماذج أخرى، فعلى سبيل المثال كابتن أحمد سامي الذي يقدم مستوى جيدا مع سموحة ويشيد به الجميع، إلا أنه قد يعيبه قلة خبرته. كذلك أيضا من المرشح أن يتولى كابتن علي ماهر قيادة منتخب مصر، إلا أنه يعيبه أيضا قلة خبرته في التدريب. بالنسبة للأسماء الأجنبية المرشحة لقيادة منتخب مصر، يتردد بقوة اسم مدرب الأهلي السابق ريني فايلر لتدريب منتخب مصر بعد الفترة القصيرة التي قضاها مع الأهلي وتمكن فيها من إقناع الجماهير المصرية بإمكانياته وقدراته الفنية الكبيرة، إلا أن ريني فايلر قد اعتذر لمنتخب مصر بسبب انشغالاته. كما يعود أيضا اسم الأرجنتيني هيكتور كوبر ليتردد من جديد بعد انتهاء مهمته مع منتخب الكونغو، حيث يعتبر كوبر صاحب الإنجاز الكبير بصعود مصر لمونديال روسيا 2018. ياريت تكتب في التعليقات اسم المدرب المناسب لقيادة منتخب مصر في الفترة الحالية. وبشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.